لو دخلت طبعا بعيدا عن الكلام اللي بيتقال في المؤتمرات الصحفيه ده، يعني في اطار التعامل النفسي سواء مع لعيبتي لازم اديهم رساله واضحه ان انا واثق فيكم واثق في امكانياتكم وان انا ما رفعتش الرايه البيضاء، في نفس الوقت بحاول اوصل للفريق اللي قدامي او الفريق المنافس اللي هو في الحاله دي طبعا النادي الاهلي ان انا جاي هنا عشان احقق الهدف بالعبور لدور قبل النهائي. لكن اللي هيتقال في اوضه اللبس كلام تاني خالص، والراجل اعتقد بكره مباراه بكره بالنسبه له او الكلام الاساسي نفسيا ومعنويا مع لعيبته يا جماعه احنا محتاجين جول، جول واحد يكفي للتاهل، فبالتالي تكتيكه او طريقته بكره هتتلخص بشكل كبير جدا في محاوله احراز او محاوله المبادره باحراز هدف في النادي الاهلي. ده السيناريو اللي هيشتغل عليه اعتقد يعني روبرتينيو اوليفيرا مدير الفني لفريق سيمبا، وده كان جزء من المؤتمر الصحفي قبل ما نبدا نفتح ملف الاهلي وسيمبا. ارحب بضيوفي نادر شباله حماده الشناوي اللي بيشرفوني النهارده في السادسه. نادر مساء الخير. حبيبي ابو حميد مساء الفل، منور الدنيا حبيب نورك، ودايما ببقى سعيد ان اكون معاكم مع الشناوي. الشناوي مساء الخير واهلا وسهلا. مساء الخير يا ابو حميد، وطبعا كالعاده مبسوط ان انا موجود معاكم مع صديقي وزميلي نادر شبانه. اهلا وسهلا. ابدا بتعليقكم على المؤتمر الصحفي، يمكن ده طبعا جزء من المؤتمر او اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، شايفين تصريحات اوليفيرا ازاي وردود افعال او اهم حاجه لفتت نظركم في المؤتمر الصحفي المدير الفني لسيمبا؟ تصريحاته بشكل عام ده شيء طبيعي ان هو يقوله في الوقت اللي هو انت محتاج فيه انك انت تسجل هدف واحد بس في القاهره، ان شاء الله ما يحصلش. يعني هي القصه كلها ان انت جاي بتلعب الاهلي في القاهره، ما قدامكش اي حل غير انك انت تكسب عشان تتاهل. الكلام دبلوماسي نوعا ما في المؤتمر الصحفي، لكن بتفق معاك ان في الغرف المغلقه او في اوضه اللبس بيكون مختلف تماما مع اللعيبه. تبدا تبص على نقاط الضعف ونقاط القوه اللي تبدا تتكلم عنها ما يقدرش يتكلم عنها في المؤتمر الصحفي. في مدربين عندهم المدرسه دي ان هو يقدر يتكلم يقول لك انا نقاط القوه اللي عندي ايه او نقاط الضعف اللي ممكن العب عليها ايه في المؤتمرات، لكن ده ما بيقولش الكلام ده. ده من نوعيه المدربين اللي شفنا في الملعب قد ايه هو فعلا. انت في اقل من ربع ساعه سيمبا سجل جونين في الوقت اللي الفرقه بتاعتهم نوعا ما بدات تشم نفسها، في الوقت اللي انت كنت اصلا راكب الماتش كله وعلى مدار ال 90 دقيقه النادي الاهلي كان عنده الرياده. لكن في مباراه بكره الكلام اللي بيتقال ده في دايما في كره القدم انا يعني مقتنع تماما بمبدا ان الكره بتلعب في المستطيل الاخضر بس، اكيد ما بتلعبش في المؤتمرات الصحفيه. فدايما ان الكلام اللي هيتقال في المؤتمر الصحفي ده فكره ان هو يتطبق في الملعب دي بيرجع لعوامل ثانيه كتير جدا، وفكره ان هو يلعب بكره في ظل الحشد الجماهيري اللي هيكون متواجد. لان النهارده يعني القصه النهارده كلها في دماغ روبرتينيو اوليفيرا، يعني انا احاول اعرف دماغ الراجل ده تكون عامله ازاي واربط ده بنتيجه مباراه الذهاب، لانه السيناريو بكره اللي بيترسم في اوضتين اللبس سواء مع مارسيل كولر مع فرقته او اوليفيرا مع فرقته مرتبط بشكل كبير جدا بالنتيجه ومستوى الاداء اللي ظهر عليه الفرقتين هناك. لكن خليني اسال الشناوي الاول، سيناريو الشوط الثاني في تنزانيا كان هو المتوقع ان يبقى سيناريو الشوط الاول، يعني احنا رايحين وعارفين انه سيمبا فرقه على ملعبها ممكن تضايق الاهلي، لكن فوجئنا انه العكس الصحيح، انه الاهلي هو اللي صال وجال وهو اللي كان اكتر خطوره وهو اللي كان اكتر فعاليه، وانا شوط بالفعل الاول لصالحه. الشوط الثاني اللي احنا كنا متوقعين يبقى سيناريو الشوط الاول هو اللي بالنسبه لنا بعد شوطنا الاول ونتيجه 1-0 برده ما كانش متوقع. فشفت الشوطين ازاي وشفت تعامل المديرين الفنيين سواء اوليفيرا او كولر مع المباراه هناك ازاي؟ سريعا جدا عشان اروح لماتش بكره. طيب هو الفكره كلها ان مارسيل كولر كان درس الفرقه كويس جدا وعارف ايه هي نقاط الضعف ونقاط القوه، فبدا ان هو يشتغل عليها. نقاط القوه عند سيمبا ونقاط الضعف، نقاط الضعف كان بيشتغل عليها فكره ان انا بحاول ان انا اشد لعيبه سيمبا لتحت عشان اخلي الجناحات تنزل او الباكات تنزل لتحت بحيث ان انا العب الكره الطوليه لبيرسي تاو ورضا سليم في مساحات واسعه في موقف واحد على واحد. يمكن الكره دي اتكررت كتير جدا وكان الباكات على قدر يعني من السذاجه ان هم كانوا دايما بيتشدوا لتحت وكانت فعلا بتتخلق مساحات، وده السبب الوحيد اللي كان بيخلي فعلا. انا عايز اقوله شناوي بيتكلم انه اللي حضراتكم شايفينه ده جزء او لقطات من تمرين سيمبا النهارده، تمرين رئيسي للفريق على ملعب استاد القاهره بكيسوني، هو الوحيد اللي انا يعني مرشد بتاعهم مرشد بتاعهم صحيح اللي موجود في استاد القاهره. ده كان في لقطات في التانل بينه وبين لعيبه الاهلي كتير في ماتش الذهاب. فالفكره كلها ان فعلا مارسيل كولر كان مذاكر وكان خلقنا فرص وكان في فرص كتير جدا ان احنا نقدر نسجلها كاهداف. الشوط الاول كان ممكن يخلص على الاقل 4 أو 5 كمان ممكن نقول، يعني شوطات كلها من جوه ال 18 ركله الجزاء وركله الجزاء وكان في فرص كتير جدا. فاحنا سجلنا هدف في اخر الشوط الاول، فطبعا السيناريو بالنسبه هنا لفريق سيمبا اختلف فجاه. سيمبا يعني هل مستوى سيمبا في الشوط الاول ده هو المستوى الحقيقي لسيمبا؟
لا أقل يعني من هل متوقع. انت كنت متوقع السيناريو ده من الاهلي في الشوط الاول؟ لا بالعكس، انا كنت متوقع الشوط الثاني ان احنا نبدا مخضوضين ان احنا لسه مش متعودين. احنا في حلقه اخر حلقه مع بعض وعلى مدار الاسبوع اللي فات انا كنت بصور او بحاول انقل للناس الحاله في تنزانيا. البطولة يعني احنا طبعا مهتمين بالبطولة عشان الاهلي ومتعودين طبيعي. الاهلي بينافس لغاية اخر المشوار، لكن هم في تنزانيا الدنيا عندهم كانت نار يعني. حتى رئيس الدولة نفسها راحت زارت اللعيبة، تم الاعلان عن جوائز كبيرة جدا بالزبط. اهتمام الجماهيري في الشارع التنزاني قبل المباراة كبير جدا، وكأنهم بيلعبوا نهائي امم افريقيا. حضور شخصيات زي انفانتينو وبيير لويجي كولينا وارسن فينجر، فالقصة عندهم كانت فيها حالة شحن كبيره جدا. هم كانوا قادرين ان هم يعملوا ده، خصوصا ان انت بتتكلم في بدايه ان بطوله مستحدثه. انا بتكلم عن المقدمات دي يعني انتهت بمجرد ما الماتش بدا بالزبط. يعني فاهم، الاهلي فرض سيطرته تقريبا، المدرجات كانت ساكته طول ال 45 دقيقه الاولى. وبالحديث عن الحلقه اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها مع بعض في الاسبوع اللي فات انا وانت والشناوي، كانت النقطه اللي احنا بنركز عليها هي فكره كيفيه تعامل الاهلي او كيفيه تعامل لعيب الاهلي مع مباراه زي دي، خصوصا ان معظم اللعيبه او 70 80% من اللعيبه اللي موجودين في الملعب جايين بعد توقف دولي، جايين بعد مباريات مع المنتخب. فكره ان مارسيل كولر يهيئ اللعيبه نفسيا ان هم يلعبوا مباراه زي دي في حضور الشخصيات دي، في حضور العدد الجماهيري ده، بجانب كمان ان المباراه دي هي اول مباراه في تاريخ البطوله. ففكرة انك انت بتلعب المباراة في تنزانيا بالعدد الجماهيري اللي موجود، بالاحتفاء اللي كان موجود، طبعا بالشحن والاضافات اللي كانوا بيضيفوها الجمهور التنزاني او الاتحاد التنزاني او حتى البونص اللي كانوا بيتوعدوا بيهم علشان ياخدوهم لو يعني كانوا فازوا بالمباراة. كل الكلام دوت ادى ان انت بمجرد ما الماتش بدأ والاهلي لعب كورة، انت 45 دقيقة اولى كنت تخرج كسبان فيها 3-4-0 لولا سوء التوفيق وبعض القرارات. وبالمناسبة الحتة اللي انت بتتكلم فيها يا شبانة، النهاردة كان مارسيل كولر بيتكلم او هما بيسألوه في المؤتمر الصحفي، كان قال انا عندي 32 لعيب بلاعب منهم الاجهز. انا هو قال نص كده، انا ما عنديش فكرة لاعب اساسي وفكرة لاعب احتياطي. والكلام اللي قاله شبانة ده وسيناريو ماتش تنزانيا يأكد لك الكلام ده. انت لعبت من غير 3 أو 4 أو 5 لعيبة كمان، يعني مروان كان بره التشكيل، امام بره التشكيل، علي معلول بره التشكيل، عبد المنعم بره التشكيل، وكل دول والشحات بره التشكيل، ودول 5 ما في يعني تقريبا السكواد الاساسي 70 80% ماتشات الاهلي لازم يكونوا موجودين فيها. فبالتالي ان الاهلي يقدم العرض ده يحسب، ده شيء من الحاجات اللي لازم تحسب لمارسيل كولر في المباراه. وفكره انه بيشتغل فعلا على السكواد كله، ما عندوش فكره اساسي واحتياطي، ودي حقيقه. وده اللي مخلينا بشكل عام ان احنا قاعدين مطمنين ان شاء الله باذن الله ان احنا بكره نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ونتاهل بعدد من الاهداف. هو احنا مطمنين في كل ماتشات الاهلي طبعا، بس قلقانين برضه يعني، قلقانين مطمن بس قلقان. موضوع افريقيا دي مالهاش ملك. صحيح. زي ضربه الجزاء اللي كنا لسه الشناوي بيتكلم فيها قبل الحلقه، ان ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس ما بتتحسبش، ورغم ان الحكم رجع لتقنيه الفار. فيعني الف ب كوره ضربه الجزاء هتتحسب، وانت رجعت للفار وما حسبتهاش. صحيح. فتيجي تشوف ايه الدليل على ده، او انت ايه سبب انك انت بتحسب ضربه الجزاء؟ ده الخزعبليات بتاعه قاره افريقيا او دوري افريقيا اللي احنا بنشوفها. طيب قبل ما نروح لماتش بكره، في حالات معاكم مجهزينها تحب تبص عليها قبل ما ننقل للسيناريو ماتش بكره، ونشوف برده الثغرات اللي انتوا لاحظتوها في فريق سيمبا اللي كانت واضحه للجميع الحقيقه، واللي اعتقد انها نتيجه ماتش دار السلام هتزود بشكل كبير جدا من وقوع سيمبا في اخطاء في ماتش بكره. انا اتوقع انه بما انه سيمبا اللي محتاج يبادر، او سيمبا اللي محتاج يسجل اكتر من الاهلي، فبالتالي اعتقد ان الاخطاء دي ممكن تدينا فرصه كبيره جدا ان احنا نلعب جيب كبير بكره ان شاء الله على سيمبا. تحبوا نبدا بالحالات؟ يعني يلا. لو نبدا مثلا بالفرص اللي كنت جايب الثلاث فرص بتاعك بتوعنا بتوعنا، هتوضح لك قد ايه مارسيل كولر كان بيشتغل وايه نقاط الضعف ونقاط القوه. مثلا الهجمه دي بتوضح قد ايه فعلا ان فرقه سيمبا عندها مشاكل، خاصه على مستوى الباكات بالذات. الباكات عندهم بينزلوا بشكل مبالغ فيه، فبيسيبوا اماكنهم، فبالتالي الاجنحه بتاعه الاهلي كل ده خلي بالك حصل بتطير لوحدها، شوارع بتتحط في مواقف واحده. رضا راح كتير بص قوي. انا عايزك تقف على ترجع بالصوره اللي قبل دي كده، هتلاقي بص على فكره اللي طالعين في نص الملعب دول، ده الباك والسرد باك اللي جنبه. الباك والسرد باك بتاع فرقه سيمبا، وخمس لعيبه من فرقه سيمبا بتضغط على اربعه عندنا. يمكن اوليفيرا بنى خطته على ان الاهلي هيدافع، يعني قال الخطوط الثلاث خطوط بتاع اضغطوا الاهلي اطلعوا لقدام، حطوا الاهلي في البوكس بتاعه ونحاول نلعب عليه جيم هجومي ونحصره في منطقه جزائه. ما كانوش مدركين ان الاهلي عنده من الخبرات
سرعه نقل الهجمه عنده، السرعات اللي تخدم في الاطراف بيرسي تاو ورضا سليم ان هم يعملوا الاختراقات الجهنميه اللي يعني انت مثلا حصلت. انت لو تلاحظ العدد، بص هم خمسه بيضغطوا على اربع لعيبه من عندنا، فبالتالي احنا عندنا تفوق عدد قدام. لا وكمان الباك والسيرد باك طلعوا يضغطوا في نص الملعب، ورضا سليم هتبص هتلاقيه واقف عنده لوحده. لو كملت الصور هتلاقي برضو ان رضا سليم رايح في موقف بعيد. بص بقى هتلاقي بيرسي تاو برضو رايح واقف لوحده في مساحه كبيره جدا 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 كمان. ولو رحت للهجمه اللي بعدها هتلاقي نفس الشكل، الباك صحيح الشمال والباك هنا يعتبر 3 على 3 3 على 3. وبص يا كهرباء هو طبعاً مش محتاج. ولو رحت للفرصه اللي بعدها برضو هتلاقي نفس الكلام ونفس الفرصه، هي الباكات عندهم ما بتعرفش تعمل التمركز كويس، ما بتعرفش حتى كمان عشوائية بوزيشن ولا تكتيك غلط من المدير الفني. لا هو عشوائيا منهم وجزء للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي برضو بيمرر تمرير بطيء، تحضير بطيء، التحضير البطيء ده دايما في ناس ممكن تمل منه، ولكن الكوتش والمدير الفني او بيبقى عنده هدف ان انا احاول باكبر قدر من الامكان اشد برضو نفس القصه هنا في الهجمه دي. على يعني فكره اللي واقف في نص الملعب اللي هناك ده ابو جزم حمر هو الباك رايت اللي في نص الملعب اللي ما بيرجعش ده. اللي ما بيرجعش اللي في نص، هتلاقي برضه رضا سليم واقف برضه في مكان بعيد جدا. انا عندي ثلاث لعيبه في ربع الملعب تقريبا من الاهلي، ما فيش منهم في لعيب في سيمبا، يعني ربع الملعب ناحيه المدرجات تقريبا ما فيهوش غير ثلاث لعيبه من الاهلي، ما فيهوش حد من هتلاقي برضه بيرسي تاو واقف لوحده. ودي الفرصه على فكره برضه اللي كانت خطره وعلى فكره دي كرة الجون. ده كره الجون. كره الجون. بص برضه رضا سليم رايح، اللي راح يضغط عليه في نص الملعب ده في الكره دي كانت جامده جدا. انه مهاجم يعني عالمي بصراحه جدا. فهي دي الفكره، ان انت بتحاول ان انت تشتغل على فرقه سيمبا. عندهم مشاكل دفاعيه موجوده، قدرت ان انت تستغلها في ماتش الذهاب. قدرت ان انت تستغلها. انتكت فرص. انتكت فرص. كان في نوع من انواع عدم التوفيق او سوء التقدير لبعض الفرص، ده حقيقي. ولكن الماتش في العوده بحاول بقدر الامكان ان انت تزود وتستغل مع نزول لعيب مثلا زي امام عاشور ناحيه. خلينا نروح هاجي الماتش للماتش العوده، بس خليني برضو اقول انه من الملاحظات اللي بتاكد على كلام الشناوي انه مرات وقوع لعيبه الاهلي في مسار التسلل كانت قليله جدا وتكاد تكون منعدمه على مدار المباراه، وده معناه سوء تمركز كبير جدا من لو انت هتلعب او هتطلع ضغط عالي بالثلاث خطوط بتوعك، لازم على الاقل تبقى قادر توقع الفرقه اللي قدامك في مسار التسلل بحيث انك تقلل من الخطوره. انت لما تيجي تدافع بشكل الاستيك، بمعنى ايه؟ ان انت بشكل مطاطي. انا بضغط من قدام في اخر خط ليا يرحل لقدام عشان اقرب المسافات بحيث ان انا ما يكونش في جاب ما بين الخطوط بتاعت اللي بتضغط، وده اللي حصل في ماتش سيمبا في الشوط الاول بالاخص. انا في ظني يا شناوي انه اوليفيرا قرا سيناريو المباراه او قرا الاهلي او قرا مارسيل كولر في الشوط الاول غلط جدا. واعتقد ان كولر نجح في استغلال ده بشكل كبير جدا، والعكس الصحيح ان كولر قرا الشكل اللي هيلعب بيها والطريقه اللي هيلعب بيها سيمبا بشكل هايل جدا وحط التكتيك المناسب جدا ليها، وده اللي اسفر عن سيطره وعن خطوره وفعاليه. لا خطوره بس، فعاليه ما كانتش قوي. كنا نتمنى انه يبقى في اثنين وثلاثه، كان في سوء توفيق طبعا. في حالات تانية معانا ولا ننقل بقى؟ طيب اجل شبانه، ازاي هيفكر اوليفيرا في مباراه بكره؟ هل تتوقع منه بما ان هو اللي محتاج اكتر من مارسيل كولر انه يبادر هو اعتقد السيناريو الافضل بالنسبه له انه يحاول يبادر بالتسجيل ويحاول يستغل الدفاع الاهلي في احراز مزيد من الاهداف او الرجوع للزون ديفنس بحيث انه يمنع الاهلي من التسجيل وبالتالي يبقى عنده امل في انه يخرج بالمباراه اللي هو عايزه. ازاي تتوقع شكل بدايته بكره؟ ولا من الممكن انه قدام الاهلي، يقول لك قدام الاهلي في ملعبه وفي وسط جمهوره، من الافضل ان انا ابدا متحفظ واستغل الاندفاع الاهلي للهجوم في محاوله ان انا العب على كاونتر اتاك فاقدر اسجل الهدف اللي انا عايزه. بس خلينا نقول لك ان من سنتين بالظبط كان مباراه الاهلي والوداد تقريبا في نفس الايام دي اللي كان الاهلي كسب فيها 2-0 في كازابلانكا اللي كانت مع موسيماني قبل ما ناخد بطوله التاسعه يعني. كان ساعتها الاهلي كسب 2-0 هناك او 1-2 ضربه الجزاء وهدف قفشه. في ماتش الاياب الاهلي سجل هدف عن طريق مروان محسن في اول 10 دقائق او في اول 5 دقائق، قتل كل حاجه كان بيفكر فيها فريق الوداد. اي حاجه كان هو جاي فكره الهدف الاول ده جاي ازاي اصلا؟ جاي بنفس الطريقه احنا كنا اللي انت كنت بتتكلم فيها دلوقتي، ان الهدف جاي واتحسب تسلل، كان فيكتور جوميز حسب وتسلل وبعدين رجع للفار ورجع كان حسب. فرقه الوداد عندها اندفاع في اول 5 دقائق. دي مباراه الهدف العالمي للشحات. مباراه الهدف العالمي للشحات 3-0 كده مع الرقفه يعني المباراه دي. فكان من افضل المباريات ذهابا وايابا بين الاهلي والوداد. دي حقيقه يعني، ان لم تكن الافضل في التاريخ.
ودي من بالنسبه لي انا يعني كانت بدايات موسيماني، خد بالك شهاده ميلاد موسيماني بالنسبه لي معاه. ده هو جه من الدار للنار بالزبط. يعني هو جه من الدار لعب في الدوري وبعد كده استلم قبل نهائي دوري ابطال افريقيا بالظبط. فكانت المباراه دي اشبه شويه بالمباراه دي، ويعني كمان سيمبا عنده الفرصه الاكبر عن الوداد. يعني الوداد كان جاي مطالب ان هو يسجل 3 اهداف في القاهره، فالموضوع صعب، فالموضوع مش محسوم، في حين ان انت كان في كمان كلاشات اللي كانت قبل كده اللي كانت ما بين الاهلي والوداد في المباريات الكتير اللي اتلعبت بينهم والنهائيات اللي الاهلي خسرها. لكن الوضع اختلف، هيختلف مع سيمبا. سيمبا فريق شفنا قد ايه مدى عشوائيه عدد كبير من لعيبته في المباراه اللي فاتت، ما قدرناش نستغل ده. فمارسيل كولر من المدربين اللي عارف كويس جدا وحافظ كويس جدا، بيعرف يقرا الخصم بشكل كبير. دايما بتلاقي ان حتى لو غلط في حاجه مارسيل كولر من المدربين اللي بيعرف يتعلم من اخطاء. يعني ما تلاقيش ان ماتش، يعني ما فيش مدرب في العالم ما بيغلطش، بس ما فيش مدرب، يعني مارسيل كولر ما فيش مباراه بيغلط نفس الغلطه في ماتشين ورا بعض. يعني مثلا كان زي واحد من الناس مدرب ما كان وقت لما كان بيدرب فرقه في الدوري، انا اعرف مدرب بيكرر نفس الغلطه في كل ماتش. هي دي النقطه، مش عايز اتكلم يعني. فهي القصه كلها بيلعب بنفس الطريقه وبنفس اللعيبه وبينتظر نتائج مختلفه، اطار الدعابه بدون تعصب وعصبيه. لا 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 خالص والله، عايز يدعى اصل الموضوع ده ممكن يلمس مع ناس كتير. لا كتير جدا، انا بقول لك بدون ذكر اي اسماء والله، ومش بشاور على حد بشكل عام. أيوة يعني أيوة. لكن الموضوع ده بيتكرر مع مدربين كتير، الغلطه وفكره التصميم على حاجه. بيب جوارديولا نفسه بقى مرن. يعني جوارديولا نفسه اللي فضل كان مقتنع ان هلعب من غير سترايكر، وما خدش دوري ابطال غير لما جاب سترايكر. مظبوط. فالقصه كلها ان مارسيل كولر لما غلط في مباراه سان داونز السنه اللي فاتت، لما خسرنا 5 في بريتوريا في المباراه خلصت 5-2، هو برده يعني كان بيلعب في اوقات كتير قوي بخيسوس، وكان يلعب في اوقات قبلها بس اجويرو. مش مقتنع بان هو مش اجويرو يعني. انا فاهم، لكن اقصد ان السبب الاساسي في اجويرو جاب لهم دوري في كان في اخر ثانيه يعني، كانش هو موجود. يعني بقول لك يعني على قيمه اجويرو يعني، طبعا مهاجم يعني اسطوره مانشستر سيتي. لكن هي القصه كلها ان بيب جوارديولا لحد ما جاله هالاند، هو بنفسه طلع واعترف بده. بعدين بيب جوارديولا شكل الفرقه يعني، معروف ان دايما جوارديولا بيلعب 4-4-2 او 4-1-4-1 بيبقى دايما في كثافه في وسط الملعب. حول الوضع بشكل، كنت بتلاقي فيه 3 باكات بيلعبوا في خط الدفاع ومفيش مدافع، والمدافع بقى في نص الملعب، وخزعبليات جوارديولا اللي احنا كنا متعودين عليها. راجل فيلسوف مالناش دعوه بيه، مش هنتكلم على جوارديولا دلوقتي، هنتكلم على مارسيل كولر، مدرب بيعرف يتعلم من اخطائه. فكره عدد الفرص اللي مهدره الماتش اللي فات والراجل اتكلم عنها، زي بيتكلم عليها من السيزون اللي فات يا شباب، واتكلم عليها كتير. يعني هو مبسوط بانه الاهلي من الناحيه الهجوميه قوي تهديفيا، هو الاعلى بالزبط. معدل على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي وكان ممكن يبقى اعلى، لكن هو اللي مضايقه فكره الفعاليه، انت بتوصل بالزبط. قد ايه وبتسجل منهم قد ايه، هي دي القصه اللي يمكن بالظبط شويه. القصه كلها ان انت لو سجلت بدري فرق معانا في مباراه الهلال السنه اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، المباراه الحاسمه كانت مربط الفرص 3 اللي كانت في المباراه دي، فرق معانا الهدف اللي سجلناه بدري بتاع كهربا. انت دلوقتي نازل عالمي برضو، كان هدف عالمي فعلا. وان شاء الله باذن الله بكره نشوف هدف زيه يعني بإذن الله. بس هي القصه كلها اللي انا عايز اوصله من هنا ايه، ان مارسيل كولر هو المتحكم دلوقتي مش اوليفيرا، لان اوليفيرا جاي ايا كان يعني. مارسيل كولر الماتش خلص 0-0 خلاص، الاهلي موجود متواجد في السيمي فاينال، فهو مارسيل كولر هو اللي في ايده الكره في ملعبه، هو متفق معاك في ده. بس لازم نحط في الاعتبار برضو مش بس النتيجه، ما بتهيالي طبعا انه مارسيل كولر ذاكر سيمبا كويس قوي بس على الورق وعلى الفيديو، ونفس الحال بالنسبه لاوليفيرا انه ذاكر الاهلي كويس قوي على الورق والفيديو، لكن في الملعب قصه تانية، الوضع مختلف. الفرقتين ذاكروا بعض، وخصوصا انه الكفتين طلعوا بعد اول 90 دقيقه متساويتين، سيطره للاهلي على شوط بالكامل وسيطره لسيمبا على شوط بالكامل. الاهلي قدر يسجل او يترجم من المحاولات اللي وصل بيها هدفين، وسيمبا قدر يوصل من المحاولات بتاعته لهدفين، فبالتالي الكفه متوازنه. الفارق هنا في مباراه بكره او سيناريو ماتش بكره او التكتيك اللي بيفكر فيه والاسلوب والطريقه اللي هيلعب بيها اوليفيرا او كولر، هو ان انا شفت اللعيبه، ذاكرت طريقه اللعب، قربت من الخصم بتاعي اللي جنبي على الخط، وعرفت ازاي بيفكر وهو بيدافع، وازاي بيفكر وهو بيهاجم. فهنا السؤال، هل السيناريو المحطوط بكره من سيمبا الاول، خلينا نركز على سيمبا الاول، ممكن يكون مشابه لاي شوط من الشوطين؟ الشوط الاول اللي كان فيه اندفاع هجومي ومساحات زي ما انتوا جبت الحالات كده، اراضي شاسعه يعني يجري فيها لعيبه النادي الاهلي، ولا اقرب للشوط الثاني اللي ممكن يكون فيه يعني تركيز كبير جدا ضاغط على خطوط لعب النادي الاهلي، وحط يعني انك تحط الاهلي في نص ملعبه؟ طيب هو السيناريو بتاع الماتش اللي فات هو بدا منين؟ بدا من فكره ان انا
انا على ارضي على ملعبي وسط جمهوري عايز اكسب، فبدا ان هو يندفع ويضغط عليك بشكل متقدم عشان ياخد منك الكوره، فبدات انتظر عنده مساحات، فالاهلي استغلها خلق فرص ترجمنا منها فرص، فبدا الشوط الثاني يندفع عليك، بدا ان هو يمسك كوره وعايز يكسب، هو كان بيمسك كوره الشوط الثاني طبعا، فبدا تحكم في الماتش. طب هو جاي، لا هو انا جاي انا بلعب ان انا عايز اسجل هدف، انا لو خطفت هدف بالنسبه لي هو سيمبا، أيوة. انا بتكلم بلغه سيمبا دلوقتي، هو عايز يسجل هدف، هو بالنسبه له هدف كافي ومرضي جدا ان هو يصعد للدور اللي بعد كده، فمن مصلحته ان هو يهاجم، لا ما يندفعش، ما يندفعش، لا يتحفظ ويلعب على فكره ان انا ضربه ثابته هجمه مرتده ركنيه دي اللي تقدر ان هي تخلصه، زي ما عمل اصلا في ماتش الذهاب ان انا كسب او تعادل مع النادي الاهلي بفكره الضربات الثابته والعاب الهواء عموما. على الرغم ان احنا في تحليلنا للماتشات بتاعتهم ويمكن كل الناس اللي جت اتكلمت معايا في ماتش الاهلي وسيمبا اتفقوا ان هم اغلب شغلهم بيبقى اختراقات من العمق، كره على الارض، ما حدش كان مركز قوي مع فكره الكور على العاب الهواء او الكور العرضيه، رغم انه الهدفين اللي احرزوهم فينا من كرات عاليه. ده حقيقي، العاب الهواء هي كانت مؤثره في النتيجه الماتش اللي فات. طب الماتش اللي جاي، لا من الحاجات اللي لازم مارسيل كولر يركز فيها فكره التوظيف وازاي مين اخطر اللعيبه عندهم في العاب الهواء، لا لازم يكون في تركيز شديد جدا، ولازم كمان الباكات في حاله الكرات العكسيه، يعني مثلا الكره ناحيه الشمال فالجناح العكسي ناحيه اليمين، لا ينزل يساند المدافع، عشان غالبا في كل الكرات اللي اتلعبت في الماتش اللي فات هو ان يعني لو الكره من ناحيه معلول هاني يضم على، لا مش هاني، لو الكره ناحيه معلول احنا الاهلي بيدافع، لو الكره جايه من ناحيه معلول الجناح الثاني بيرسي تاو ينزل يسند مع هاني، لان هدف دايما ظهر الباك، فمين يغطي ظهر الباك؟ الجناح الشمال، الجناح اليمين، في الجناح اليمين، فدي مشكله لازم يشوف لها حل، لان الاهلي فعلا حصلت له مشكله الماتش اللي فات، الهدف اللي هو كان تسلل كان فيه سوء تقدير من رضا سليم، فكان لازم ان هو ينزل يضم، خاصه كمان ان هو كان ناشئ صغير احمد كريم الدبيس، فكان لازم ان هو يسند عليه. الماتش اللي جاي لا احنا عايزين نركز في كل التفاصيل، عشان مش عايزين نلبس اي هدف في الشوط الاول او في اي شوط عموما، عشان الاهلي يمسك الماتش من البدايه ويشتغل. هل كولر يفكر بكره بالطريقه دي؟ يعني هل او يعني اختزل المباراه في انه الاهم بالنسبه لي ان انا ما استقبلش، لانه انا لو ما استقبلتش انا وصلت، ولا القصه بالنسبه له؟ انا عارف طبعا ان كولر مدرب هجومي، لكن هل ممكن يفكر بالطريقه دي؟ ما اعتقدش، لان من ضمن الحاجات اللي كانت اللي ما زالت بتميز كمان مارسيل كولر ان هو مدرب ما بيتخلاش عن مبادئه وافكاره. في اوقات كتير وطلع اتكلم، يعني قال الكلام ده لفظا في مؤتمر صحفي كان بعد مباراه فيوتشر اللي تعادلنا فيها السنه اللي فاتت في الدوري، اللي تعادلنا فيه وهم ناقصين، وهم كانوا ناقصين واحد، وكنا احنا كسبانين ضربه الجزاء، كان ساعتها القفشه في اخر ثانيه وضاعت بالظبط، فساعتها طلع اتكلم، فهم كان السؤال ليه من زميل صحفي، يعني اللي هو طب انت ليه ما لعبتش ثلاثه ارتكاز عشان خاطر تامن النتيجه في الوقت اللي كان ساعتها علي ماهر فرد الملعب؟ قال انا عندي افكار معينه ما بقدرش ان انا اتخلى عنها، ولو غلطت فانا اللي بتحمل نتيجه غلطي. ده كلام احترمته جدا، رغم ان انت خارج خسران نقطتين من الماتش، بس انا كلام انا بحترم المدرب اللي بيتمسك بافكاره وبيقدر يطبقها على ارض الملعب. مع الوقت ومع مرور الوقت اكتشفت ثلاثيه وسط الملعب اللي الناس كانت بتتكلم عنها دي اختلفت بشكل كبير، لما لقيت حمدي فتحي بقى هو لاعب الوسط الثالث المختلف عن حمدي فتحي اللي كان قبل كولر، اللي تحول حمدي فتحي اللاعب البوكس تو بوكس كما يقول الكتاب، اللي هو بيستلم صح بيروح. حسم لك ماتشات كتير زي مباراة الزمالك 3-0، زي مباراة بيراميدز في نهائي الكاس. زي مباريات كتير جدا حمدي فتحي كان عامل مؤثر فيها، وطبعا ده اللي بنشوفه مع امام عاشور من بداية السيزون الحالي. القصة هنا ان مارسيل كولر ما بيتخلاش عن افكاره ان هو هيبدا يركن في الدفاع ويقسم الماتش بقى اللي هو اعدي اول تلت ساعة لحد ما او ممكن يبقى من الخبث والدهاء زي ما بيقولوا، انه يحاول يستدرج سيمبا لمناطقه، يعني ان هم يقعوا في نفس الاخطاء، يعني الفرقه دي لما بتندفع هجوميا بتبقى في منتهى السذاجه الدفاعيه، دي حقيقه، دي يعني حاله عشوائيه، يعني ما تتوقعهاش من فريق كبير. وفاروق مفروض انه سيمبا واحد من الفرق اللي بقت ليها اسم في افريقيا، ما كانش شارك، لكن في الشكل اللي ظهروا عليه دفاعيا بيقول انه فريق ما عندوش اي ثقافه ولا اي تنظيم دفاعي، وبالتالي بالزبط. فكره انك حاول تستدرجه او تسيب له الكوره، ودي بعض الماتشات القليله، صحيح قليله جدا، بس كولر في اوقات كتير جدا لجأ ليها، انه بيسيب الفرقه تستحوذ او يبان انها ضغط الاهلي ويستغل ده. حتى الشوط الثاني كان فيه لمحات كده، يعني كورتين لصلاح محسن
صحيح واحده منهم اوف سايد، بس في واحده منهم تانية كان استغل فيها سرعات صلاح محسن بالزبط. وكان اختراقات ديانج وفعلا استغلال الاندفاع الهجومي اللي كان عنده فريق سيمبا، واللي انت بتقوله ده حصل فعلا في مباراه بيراميدز في السوبر. مظبوط. مباراه السوبر ومع الاسماعيلي في بدايه السيزون ومع الاسماعيلي وبيراميدز تحديدا، لان الناس كانت شايفه ساعتها ان بيراميدز اللي كان لا، هي القصه كلها ان فعلا هي فكره مدير فني بيسيب لك الكوره، بس انت وريني هتعمل ايه والكوره معاك. هي مدرب انا سايب الكوره ومتمكن تماما من الادوات اللي معايا ومن العناصر اللي معايا، انك انت كده مش هتعرف تخترقني. قدر ان هو بكره طويله بنفس ما كسب مباراه الكاس قدام بيراميدز بكره طويله، خد ضربه جزاء بتاعه كهربا اللي احمد سامي اداله، جبنا بيها هدف الفوز. صحيح. فمباراه سيمبا دي هو اكيد في المباراه اللي لعبها في دار السلام درس الفريق بشكل اكبر، درس الفريق وشاف نقاط القوه ونقاط الضعف بشكل اكبر من اللي هو كان عليه، اللي شافه بقى محلل الاداء سواء ياسين المكاري او حتى هو لما كان بيتفرج او الماتشات اللي كانت لسيمبا قبل كده في الدوري. كل الكلام ده يعني بيبقى في طي النسيان بمجرد ما الماتش بدا، بمجرد ما انت لعبت قدام نفس الفريق ونفس المدير الفني وشفت تعاملاته وشفت حتى شكل تغييرات المدرب في الشوط الثاني كانت عامله ازاي. فانت عرفت اللعيبه وعرفت شكل الفرقه وعرفت شكل النظام اللي المدرب بيبدا بيبني عليه خططه، ده هيفرق كتير جدا معاك في المباراه اللي عندك، بجانب ان احنا لازم نكون عارفين ان احنا عندنا عوامل تانية كتير جدا زي الجمهور طبعا زي كل معاوده المصابين. يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله وبالتاكيد يقينا ان كل اهلاوي حاسس انه كفه الاهلي بكره ارجح، لكن هو احنا بنحاول نقرا مع حضراتكم السيناريو. انا عارف انه الجمهور مستني ماتش بكره على بفارغ الصبر. شناوي، العشوائيه في اوقات بتكون مصدر خطوره، يعني لما الفريق بيبقى عشوائي او ملوش نظام محدد او بتلاقي حاله ارتجال كبيره جدا من اللعيبه وعدم تقاعد بمراكز، اوقات الفرقه المنظمه تتعب من العشوائيه دي، وممكن لو في هفوه او غلطه او نوبه سرحان او فقدان تركيز تدفع ثمنها غالي. هل ده رهان سيمبا في ماتش بكره، ولا ممكن يكون رهانهم في الاعتماد على لعيبه ممكن تبقى مفاتيح فوز ومكسب لماتش بكره؟ واحب اسمع رايك في اخطر او مفاتيح لعب سيمبا اللي لفتوا نظرك في مباراه الذهاب. هو انا متفق معاك في فكره العشوائيه دي احيانا بتكون مفيده، واكتر حاجه بيكرهها المدير الفني الاجنبي بالاخص لما يجي مصر عموما هو فكره الفرقه العشوائيه. لان المدير الفني قبل الماتش دايما هو بيتفرج على الماتش ماتش اليوم 2 3 4 على حسب عدد الماتشات عشان يفهم ويترجم ايه الفرقه دي بتشتغل على ايه. فبتبقى حاجه بتضايقه جدا ان هو ما يلاقيش افكار نمط معين او نمط او باترن معين ان هو الفرقه دي بتشتغل عليه. بس احيانا العشوائيه في فكره ان انا ممكن استغل النقاط العشوائيه دي، خاصه بقى لما تكون دفاعيه. العشوائيه الهجوميه على فكره احيانا بتكون متعبه اكتر من العشوائيه الدفاعيه. العشوائيه الدفاعيه ان انت تقابلها بتنظيم، انما العشوائيه الهجوميه احيانا التنظيم ما بيكونش كفايه، لان انت مثلا بتلاقي عدد كبير ضخم جاي عليك وانت اربعه في خط الظهر، فاحيانا بتكون مقلقه. وعموما كل لاعب متحفظ انه في الدور إن الدفاعي انت هتبقى المان بتاعك مين او هتبقى مسؤوليتك لما يجي عليك اثنين. فلما بلاقي بقى لعيبه جايه من كل حته ما تبقاش عارف انت هتقف مع مين وتسيب مين وده بيظهر على فكره كمان عندهم في الضربات الثابته. يعني كان في هجمه كده في الشوط الاول، والجول الاول عندهم بتهيألي برده كان في ملامح العشوائيه دي. هو العشوائيه منهم وعشوائيه منا بصراحه. الاثنين يعني. بس فكره العشوائيه منهم في التمركز الدفاعي، انت في هجمه كده اللي هو اول هجمه رامي ربيعه لما شاطها بدماغه دي كانت الكورنر، كل لعيبه سيمبا على القائم الاول وكل لعيبه الاهلي على القائم الثاني. يعني تحس ان هم كل واحد فيهم بيلعب في ملعب لوحده، فده عشوائيه انت تقدر تستغلها. ولكن برضه رامي ربيعه ما اجتش التصرف مع الكوره، كانت ممكن تكون الهدف الاول. فانت ماتش بكره هيكون فيه عشوائيه، هيكون فيه عشوائيه، بس عشوائيه مفيده للنادي الاهلي. هقول لك مفيده للنادي الاهلي لان العشوائيه دي هتبان عندهم دفاعيا. انا زي ما توقعت واقول لك ان فرقه سيمبا مش هتضغط عالي، مش هتمسك كوره كتير، هتتحفظ في نص ملعبها، هتستنى الاهلي، فهم طبعا هيتكتلوا. فانت هتبقى محتاج نوع من انواع الصبر ان انت تحاول تشد فرقه سيمبا لتحت، تخلي الباكات تتحرك. هل ممكن سيمبا يبقى في الكاونتر اتاك فكره انه ما يلعبش في حاله هجوميه مستمره او حاله ضغط عالي مستمر؟ هل فكره انه في الفيرجن دي من سيمبا هل ممكن تبقى مرهقه للنادي الاهلي او تبقى اخطر من النسخه اللي ظهرت في دار السلام؟
انا اتفق مع هذا الراي، لان عندهم لعيبه معينه زي شامه اللي هو اللعيب الخطر جدا ده، وطبعا لويس ميكسوني، وعندهم الاسترايكر كمان لعيبه بتعرف تمشي بالكوره. والملعب بوكو. بتاع بوكو راس الحربه استاد القاهره ارضيته احلى من طبعا دار السلام. بس برضو خلينا نقول ان الصوره اللي احنا شفناها لا التصوير هي جوده التصوير هي يعني جوده التصوير مش جوده ملعب بس لا يعني مقارنه بملاعب افريقيا لا ده يعني يعتبر من الملاعب بس احنا بنتكلم ان انت لو هتلعب على الارض وهتمشي على الارض فهي في مصلحتهم ان هم يلعبوا على المرتدات ويلعبوا على خطف بالكرات الثابته. النادي الاهلي لازم انا في تشكيل معين كده انا ممكن اقول بسرعه كده لازم يلعب، ولو لعب بالتشكيل ده الاهلي هيعمل مشاكل هجوميه ليهم كتيره جدا. اتوقع يعني لو الاهلي لعب بهاني، ياسر، منعم، معلول، مروان، كارتكاز، امام طبعا رجع وهيلعب اكيد الماتش بتاع بكره اساسي قدامه، رضا سليم، معرفش حدش يعرف، رضا سليم، بيرسي تاو، واللي انت بتتمناه لكن ده تمني فالتمني هنا امام وموديست امام قصدي ورضا سليم، الاثنين دول لو لعبوا على الجبهه اليمين بتاعتهم هيخلقوا شوارع لوحدهم شوارع، لان امام لعيب كرته كويسه بيعرف يعدي واحد على واحد، بيقرا المساحات كويس جدا، عارفين جاهز، كان عامل توأمه مع رضا سليم، ممكن يبقى مش جاهز، ممكن يبقى الراجل يعني بيقول لك ما راهنش عليه، اخاف وانا عندي لسه مشوار، ممكن يبقى في 4 ماتشات صعبين. خد بالك انت لو نجحت انك انت تعبر في من سيمبا بكره انت هتقابل سان داونز، ومن بعد سان داونز باللي انا شفته من الماتشات الناحيه الثانيه انا شايف الوداد. فبالتالي هيبقى عندك 4 ماتشات من 28 ل 11 ماتشين سان داونز وماتشين وداد، فانت متخيل حجم المجهود، وسفريه مغرب يعني سفريه لاقصى غرب القاره وسفريه لاقصى جنوب القاره، فبالتالي ممكن في الحسابات تبقى داخله فيه مين يلعب ومين ما يلعبش النهارده، ممكن يريح منعم، ممكن يريح معلول، ممكن يريح امام، ممكن يريح رضا. هو يعني هو من اللي ظهر خلي بالك يا احمد في الماتش اللي فات ان اللي بيلعب دايما بيسد. انا في عجبني جدا كريم الدبيس، كريم الدبيس انا تاني اليوم الماتش اخترته نجم المباراه. انا اتوقع لانه كريم كان بيلعب دور كويس قوي يعني فكره اللعيب اللي بياخد الكوره ويخش بيها ويقطم لعمق الملعب دي اصلا بيعملها علي معلوم محدش بيعملها في مصر. دي حقيقه يعني كريم كان عنده الشجاعه انه ياخد ويرقص ويدخل لعمق الملعب، وخلق منها فرصتين، فرصه بيرسي تاو والفرصه الثانيه بتاع كهرباء كانت من رجل كريم الدبيس وكان جاي من كباك ليفت. وكمان عجبني جدا على مستوى الدفاعي كريم ما شاء الله في التدخلات الدفاعيه في ملعب افريقيا. اراضي، اجواء، جمهور، ماتش، خد بالك انا يعني انا بقابل علي ممكن في المناسبات كده يعني ما اعرفش علي معرفه شخصيه، اللي انا هقوله عنه ده انطباع. علي لعيب روحه حلوه، انا ما عنديش شك انه ده ممكن يبقى بيعمله مع كريم الدبيس، ممكن يبقى بيعمله مع محمد ضوي كريستو، اللعيبه الصغيره اللي ممكن تبقى قريبه منه بحكم انه الضوي جاي من تونس زيه، وانه دبيس بيلعب في نفس المكان بتاعه. علي من اللعيبه اللي بتحتضن اللعيبه السعوديه، ممكن كتير جدا يبقى بيتكلم معاهم وبيديهم نصايح وبيقول لهم يتعاملوا ازاي في مواقف معينه، فده ممكن يكون بيساعد لعيبه زي كريم وزي كريستو. وكريم نفسه قال الكلام ده بعد مباراه الاسماعيلي اللي كان ما لعبهاش علي تقريبا، كانت مباراه الاسماعيلي، طلع واتكلم في الموضوع دوت وقال ان دايما كان علي معلول حريص ان هو يتكلم معاه وبيديله ثقه في نفسه بشكل كبير، وده اللي شفناه بصراحه. انا من اكتر الحاجات اللي عجبتني، يعني مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله شناوي، بس هو فعلا ثقته في نفسه. انا في مباراه زي دي يعني انا مثلا انا واحد للاسف بشجع يوفنتوس بره في اوروبا للاسف ليه ده اليوم ده عظيم المهم يوفنتوس كسب امبارح ميلان في لعيب اسمه دراجون هويسل مدافع نزل مكان جاتي اللي هو يعتبر المدافع الاساسي دلوقتي ليوفنتوس. هويسن ده عنده 17 سنه، نزل لعب على رافائيل لياو. رافائيل لياو واحد من ابرز الاجنحه طبعًا افضل الاجنحه في العالم. طبعا انا كنت مقلق ان انت ده واحد من نجوم الدوري الايطالي، وانا الحقيقه بشوفه واحد من نجوم الكره في اوروبا دلوقتي، افضل لاعب في الدوري الايطالي اخر سنتين. ساعتها كان عجبني جدا ثقته في نفسه، رغم ان بنيانه مش قوي، ورغم ان فروقات كبير جدا ما بينه وما بين رافائيل لياو، لعب على الناحيتين، لعب مره على لياو، وطبعا كان ميلان مطرود منه واحد، ولعب الناحيه الثانيه على يونس موسى. اكرم توفيق في نفسه يعني محمد ده اللعيب الحمله زي ما بيقولوا عليها. فدي الحاجات اللي بتعجبني في اللعيب الشاب اللي طالع وعنده الثقه في نفسه. انا بلعب لنادي كبير، ففكره ان انا متواجد في نادي كبير لازم اكون اهل للثقه دي. اللعيبه اللي عملت كده لعيبه قلائل في الفتره اللي فاتت. كوكا عمل ده بالمناسبه بالظبط، كوكا عمل ده ما كانش تحس بفرق كبير، بدليل ان لما امام عاشور اتصاب في مباراه الاسماعيلي كان بديله موجود في المنتخب هو. العين ما راحتش لحد تاني، لان الراجل دوت
يعني لفت نظر المدير الفني لمنتخب مصر. كوكا كمان فكره ان لما لعب باك ليفت مكان علي معلول في وقت من الاوقات لما كان مع موسيماني، احنا الناس كلها عارفين ان كوكا ده اللي بيتابع كوكا من الناشئين لاعب وسط لكن ما لعبش باك ليفت. لما لعب باك ليفت قدم مستوى عظيم في مباريات كتير، ابرزها كانت مباراه الاتحاد السكندري اللي خلصت 2-0 في اسكندريه. فدي من الحاجات اللي انا بحبها في اللاعب الشاب، سواء بقى هو بيبدا ان هو يتمرس الخبرات اللي بياخدها من اللعيبه اللي قبليه، مثلا واحد زي رامي ربيعه دلوقتي من قاده النادي الاهلي. رامي ربيعه اللي خلاه قائد النادي الاهلي وعنده الثقه دي في نفسه، انه لما بدا يطلع طلع مع عتاوله، يعني بلغه الكوره كده دول عتاوله في الكوره، طلع مع الجيل الذهبي زي ما بيقولوا. فبالتالي لما اللعيب بيبدا، ليونيل ميسي محدش، ميسي لما بدا يطلع في برشلونه ميسي كان حواليه رونالدينيو وهنري وديكو ويايا توري وتشافي وانيستا. ففكره ان اللعيبه دي بتقدر انك انت تاخد منها الخبرات وتقدر ان انت تكتسب منها اللي قدروا هم يكتسبوه في سنين كتير، ده اللي انا شفته الصراحه في كريم الدبيس. بص اللي انت بتقول عليه ده يعني جزء من سياسه او استراتيجيه للنادي الاهلي، فكره انه انت وانت بتدخل عناصر جديده في الفريق بتدخلها مع يعني هيكل الاساسي للفريق او العظم الاساسي للفريق ما بيتغيرش بين يوم وليله او بين سيزون والتاني. ما تقدرش تمشي 10 15 لعيب وتجيب 10 15 لعيب زي ما بقينا بنشوف. قصه مش قصه فلوس ولا قصه امكانيات، قصه اوضه لبس وقصه سميها اعراف سميها تقاليد سميها هويه ما بتتغيرش بين يوم وليله وما بتكتسبش في يوم وليله، لازم تحصل بالتدريج ولازم يبقى فيه زي ما بيقولوا كده انتقال سلس للسلطه، فاهم؟ جيل لما يسلم جيل تحس ان اوضه اللبس الثوابت بتاعتها ما اتغيرتش، وانه اللي داخل جديد يقدر يشرب بالزبط. من اللي قبل منه. هضيف على كلامك بس يا احمد حاجه واحده، ان لو جينا بصينا على السكواد الاساسي اصلا بتاع الاهلي كمان الشناوي، ان اللعيبه لو جيت خدتهم من ورا لقدام الشناوي ده ناشئ الاهلي، لا في ناشئين كتير جدا لعيبه السكواد الاساسي كمان. أيوة. احنا بنتكلم في محمد هاني في نص الملعب، هتلاقي ان عندك كوكا. أيوة. هتلاقي كريم ندفد، هتلاقي كهربا. كل اللعيبه دي ناشئين اهلي. أيوة. فده احمد عبد القادر، احمد عبد القادر. فده ان دل فيدل على ان برضو اللعيبه دي، اصل معظم الناس بتتكلم والنادي وبيجيب لعيبه مش عارف، لا كل نادي في العالم بيجيب لعيبه. لو بصيت على برشلونه هتلاقيه شاري تلتين الفرقه، لو بصيت على الريال هتلاقيه شاري كل العالم. بس خلي بالك احمد، هو الموضوع ده بيبقى في مصلحه الناشئ اكتر من الفرقه نفسها. دايما الناشئ او اللاعب الصغير اللي ما عندوش خبره لما يلعب وسط قوام او فرقه ما فيهاش مشاكل ده بيبقى في مصلحته. أيوة. اولا بيبقى اقل عرضه للاخطاء. حاجه شناوي بمنتهى الصراحه، هو اللعيبه اللي بتيجي الاهلي بتيجي عشان الاهلي مقدم فلوس، يعني بتكلم ماده اكبر عرض؟ لا صح؟ لا مش كل الوقت الاهلي بيقدم، مش كل الوقت الاهلي بيقدم. وممكن اوقات كتير جدا لعيبه في الاهلي تبقى موجوده في الاهلي ويجي لها عرض من بره الاهلي بثلاث واربع اضعاف وما ترضاش. فقصه عشان بس انا اتمنى الموضوع ده يتحسن بقى وما نتكلمش فيه تاني. احنا دلوقتي في عصر احتراف والمصلحه بتحكم، مصلحه النادي اللي بيبيع، مصلحه النادي اللي بيشتري، ومصلحه اللاعب ابدا قبل كل ده. مفيش لاعب في الدنيا هيلعب لنادي غصب عنه. بالظبط. انا عايز اقول لك حاجه يا احمد، في مصر دلوقتي ما بقاش الاهلي والزمالك هم القوى الشرائيه، القوتين الشرائيين بس في الدوري المصري. انت بقى عندك بيراميدز قوه شرائيه، عندك البنك الاهلي، عندك سيراميكا، عندك البنك الاهلي عمل صفقات اغلى من الصفقات، يعني الاهلي اغلى من وبيدفع مرتبات عاليه جدا. البنك الاهلي اللي هو يعتبر متزايل الجدول هو بيدفع مرتبات بال 13 وال 15 مليون. فيوتشر برضه نفس الحكايه، فيوتشر كذلك بيدفع نفس المرتبات. فاركو اعتقد برضه عندها عقود كويسه. بالظبط. بس اللي بتلاقيه في النادي الاهلي، اللي بتلاقيه في النادي الاهلي هو حاجات هي مش موجوده عند ناس تانية. اولا بتلاقي الشعبيه، ثانيا تتويج، ثالثا انت بتاخد فلوسك في ميعادها، رابعا انت بتاخد قيمه، انت التيشيرت فعلا بيتقلك. واقول لك حاجه كمان، يعني ده ينطبق على 99% من نجوم اللي جم الاهلي. صحيح انا متفق مع حماده انك انت هتعمل تاريخ، هتكتب اسم، كل حاجه، هتطلع مبطل كوره قادر تروح مجالات تانية كتير جدا، شعبيه وحب جماهير، وده يمكن يجي نمره واحد قبل اي حاجه في الدنيا. فلوس اعتقد برضو موجوده في الاهلي بشكل مرضي جدا، لكن الاهم من ده انه مدرسه الاهلي بتدي مساحه للعيب انه يتطور على كل المستويات، يتطور عقليا وذهنيا نفسيا، يتطور بدنيا، يتطور فنيا، يتطور مهاريا. وبص وشوف الاساطير اللي خرجت او بطلت كوره في الاهلي كانت جايه في الاهلي، مش تقليل منهم طبعا لان هم دي حاجه تحسب ليهم، بالعكس حاجه تحسب لعقليتهم ان هم ما جوش الاهلي قالوا احنا حققنا حلمنا بان احنا نلبس فانيله النادي الاهلي، لا دول ابتدوا من الصفر وقالوا احنا بنبدا مشوار جديد. بالزبط. ومع الاهلي كبروا لغايه لما بقوا اساطير.
حدث ولا حرج، انا يعني مش عايز اقول حد عشان ما استثنيش او ما انساش حد تاني، لكن كتير جدا حالات جت الاهلي كانت صحيح لعيبه كره كويسه لكنها في الاهلي اساطير اكيد. ودايما فكره ان الاهلي اسم بيسوق نفسه، الجمله دي يعني اللي كان قالها قبل كده كان كابتن حسام غالي، يعني كان في مؤتمر ما، كنت كلام بسيط كده كان جمع بيني وما بينه، كنا بنتكلم على موضوع تسويق النادي والكلام، الكلام ده من سنتين مثلا، كان قبل حتى كان كابتن حسام غالي يكون متواجد في الاداره، كان ساعتها قال لي اسم الاهلي بيسوق نفسه، مش محتاج ان حد يسوق له، فكره انك انت عالم الاهلي بيسوق نفسه. فالجمله دي تنطبق على حاجات كتير جدا، ان اسم الاهلي بيسوق نفسه ده ان انت بمجرد ما بيرتبط اسمك بس بالاهلي انت تسوق، يعني انت كلاعب كوره بشكل عام لو في الدوري المصري او ايا كان جنبنا، بمجرد ما بيرتبط اسمك بالاهلي ارتباط بس ان الاهلي بيهتم بيك انت اتسوقت خلاص، انت كده اتعمل لك بروباجندا ما تحلمش بيها. بجانب كمان اللي انت قلته فعلا يا احمد، هي فكره ان اللعيبه دي لما بتوصل الاهلي مش مساله ان انا اكتفيت بان انا لعبت الاهلي حققت حلمي، لا انا احقق حلمي بان انا اخلي الجمهور اثبت له ان انا فعلا انا جاي الاهلي علشان خاطر ان انا هموت نفسي علشان يوم ما تبطل كوره في الاهلي او حتى بره الاهلي الناس عمرها ما تنسى اسمك، دي يعني حقيقة. فيك انت تخلد الاسم دي في حد ذاتها، احنا في انا في نجوم انا ما شفتهمش بيلعبوا كوره اسمائهم عايشه لغايه النهارده، دي حقيقه. في حاجه كمان انا عايز اتكلم فيها يا احمد، هي فكره ان انت وانت في الاهلي القليل منك كتير، بره الاهلي الكتير منك قليل. اكس من الناس كانت موجوده في النادي الاهلي السنه اللي فاتت عمل افضل موسم رقمي له في تاريخه. فين الاهتمام الاعلامي؟ مفيش. فين انضمام المنتخب مصر؟ مفيش. ليه؟ لان انت مش بتلعب في نادي مؤهل ان هو يخليك تلعب لمنتخب مصر. هي فكره انت بتلعب في النادي الاهلي انت بتحتك باعلى المستويات، مظبوط. بتلعب كاس عالم انديه، بتلعب سوبر ليج، بتلعب دوري ابطال، خبرات وضغوط كبيره جدا مش هتتعرض ليها في اي حته ثانيه. ككوتش لمدير فني مثلا لمنتخب مصر لا، انا عايز اللعيب اللي مجرب، عايز اللعيب اللي شاف الفيلم ده اكتر من مره. فانا بالنسبه لي اروح للنادي الاهلي، لدرجه ان هو راح لاحمد نبيل كوكا اللي هو لسه خبرته في الحياه كلاعب كوره ما تعدتش ال 30 ماتش، بس انا عارف ان ال 30 ماتش دول يساووا بره اكتر من 100 ماتش. فاذا اللاعب الاكس ده عمل احسن مواسمه على الاطلاق رقميا وما راحش منتخب مصر، ما كانش فيه اهتمام اعلامي. فاذا وانت في النادي الاهلي القليل منك يساوي كتير، تاخد اهتمام، تاخد شو كبير، الناس كلها دايما بتركز معاك، الناس دايما بتحاول ان هي تكبرك تخليك رقم واحد. فاذا في النادي الاهلي بتلاقي حاجات هي مش بس بتلاقيها تقدير مادي، لان انت فعلا ممكن تاخد فلوس كتير بره النادي الاهلي، تاخد كمان اضعاف المرتب اللي ممكن تاخده في النادي الاهلي، بس اللي عملوه لك النادي الاهلي لا يقدر بثمن ابدا. صحيح. طيب هرجع معاكم بقى بعد مظاهره حب في النادي الاهلي لماتش بكره. يعني لو كلمت عن محاور الاداء، دايما انا بشوف القلب النابض ده اللعيب اللي بيحرك الفرقه، اللي هو اللي تقدر تقول عليه ايه، لو في يومه والغزاله رايقه زي ما بيقولوا، بتلاقي الفريق كله شعله نشاط وتحركات وفي حاله انسجام وحاله يعني نوبه فوقان كده، وتلاقي الجيم حلو جدا. ولو العكس صحيح بتلاقي الدنيا يعني نايمه خالص. تقدر تقول انا يا بشوف انه في الاهلي ممكن الاثنين اللي ممكن يكونوا بيعملوا ده لو في حالتهم قفشة وامام، الاثنين دول لما بيبقوا فايقين جدا الفرقه كلها بتبقى فايقه. هل في لعيب سيمبا تقدر تقول عليه محور اداء؟ يعني عندهم لعيبه كويسه، عندهم لعيبه مصادر خطور، لكن في لعيب اللي هو ضابط الايقاع ده اللي تقدر تقول عليه انه لو ده وقف او حددت من خطورته الفريق كله او بقيه العناصر كلها فقدت جزء كبير من خطورتها؟ انا ممكن اكون اونانا شويه، اللي هو اللعيب الوسط اللي هو الشعر الاصفر كان طالع في المؤتمر. اونانا لعيب بدنيا قوي. لعيب عنده خبرات كبيره مع الفريق بشكل عام، كان بيلعب في يانج افريكانز كمان. عنده ده خاين وعميل. لكن يعني ده هيشوف اللي هيحصل النهارده، هيحصل بكره يروح في تنزانيا. يانج افريكانز وسيم ده لاعب كان بدايته في يانج افريكانز، ده لعيب كويس برضه. وشامه واحد برضه من اللعيبه ده كان ظهر كمان في المباراه اللي فاتت، بس انا اقصد اللعيبه اللي ما كانش حد سلط الضوء عليها اكتر، يعني واحد زي اونانا ده. وانا اضيف بس كمان يا احمد على اللي انت بتقولهم، بيرسي تاو على اللعيبه بتاعت الاهلي. بيرسي تاو هو كمان الماتش اللي فات ما كانش في حالته قوي. يعني لو في حالته قوي يبقى مفيد للاهلي ولنفسه هجوميا، لكن ملوش علاقه ببقيه عناصر الفريق. ما يحركش الفرقه يعني. لكن انا اقصد هي فكره ان هو ما كانش في حالته بس الماتش اللي فات حقيقي. لكن ان شاء الله مستنيين منه المختلف بكره. قفشه تحديدا بقى، وعايزه يعني اقف شويه عند قفشه. قفشه اتظلم جدا بعد الماتش اللي فات، محدش اشاد بقفشه الاشاده اللي استحقها. انا اشدت بيه
ده غيرك يا احمد انت كده كده الدكتور اصلا. لا انا اقصد ما خدش الاشاده الكبيره. يكفي ان انا اشدت بيه طبعا. لكن اللي اقصده ان قفشه فعلا قدم مباراه كبيره جدا وتصرفات قفشه في الكوره وهي معاه ومش وهي معاه وقبل ما الكوره تجيله والاسكان اللي كان بيعمله للملعب بمجرد ما الكوره كانت بتوصل لقفشه كانت بتخرج بدقه وبتايمنج ممتاز جدا للعيبه الهجوم لولا بس سوء التوفيق وسوء التصرف من اللعيبه عندنا في الخط الامامي. لكن قفشه كان حلقه وصل ممتازه ما حسسكش بفرق ان انت مثلا الثلاثيه اللي كانت لسه كنت بقول النهارده لولا ان كولر فكر بس انه يامن لما حس انه الجيم بيروح بالزبط. او انه كان زمان قفشه لسه مكمل الماتش بالظبط. لكن ردا على سؤالك فعلا هضيف بس هو شامه لان شامه طبعا في المباراه اللي فاتت كان برده عنصر مهم جدا ويعني بطبيعه الحال لويس ميكيسوني. لويس ميكيسوني هو انا عايز اتكلم في حته بيرسي تاول اللي انت قلت جمله مهمه جدا فكره أي. ان هو على المستوى الفردي ليه هو لو الغزاله رايقه بتفرق معاه على المستوى الشخصي مزبوط. دي جمله على فكره ذكيه في ماتشات كتيره جدا السيزون اللي فات تحديدا ممكن تلاقي السكواد كله مش يعني مش يمنى بس بيرسي تاول بصرف النظر عن النتيجه خلصت كام او يعني الماتش نتيجته بقى اهلي كسب اهلي تعادل اهلي خسر لكن بيرسي تاول وهو فايق ممكن يكون بيشتغل لوحده يعني بالزبط. هو اللي منور في الفرقه كلها قصدي ايه بقى بس اللي بقوله بقى ما يشدش الوصله ما يشدش الفرقه لا انا قصدي بقى فكره ان بيرسي تاول في العادي بتاعه هو دايما لعيب مساعد لعيب سبورت دايما هو دايما وانت بتعمل بيلد اب من تحت دايما تلاقيه بينزل يتحرك يشد مع الباك لتحت يدخل للعمق يكمل يخش جوه كمهاجم تاني فهو دايما بيحاول يوفر نفسه لاي حد عشان يساعده وكمان لما بينزل عشان يساعدك في عمليات البيلد اب بيكون مفيد جدا ده العادي بتاع بيرسي تاول انما لما بتكون الغزاله رايقه فكره بقى الواحد على واحد تلاقيه مركز فكره مثلا لا امتى اشوط امتى اتحرك امتى اطلب الكوره مثلا في المساحه كل ده لما بيكون بيرسي تاول مركز والغزاله عنده رايقه بتلاقيه على المستوى الرقمي والتهديفي كويس جدا صحيح فبيرسي تاو طيب يلا نكمل بيرسي تاو فبيرسي تاو بالنسبه لي لو هو مركز في ماتش بكره اعتقد ان هو ممكن يسجل مش بس هدف يقدر يسجل اكتر من هدف كمان طيب عندي مقارنه كده لاحظتها مش بس مرتبطه بالاهلي وسيمبا مرتبطه بالسيزون ده اغلب ماتشات السيزون ده اللي كان موجود فيها امام ومعلول ورضا او الشحات قبل يعني بما انه رضا لعب اخر ماتش او الشحات لما كان موجود وبين ديانج وبيرسي تاو ومحمد هاني انه غالبا الناحيه بتاعت الناحيه الشمال اللي هي امام ومعلول والشحات او رضا لما بيلعب يعني تحركاتهم فيها انسجام اكتر بكتير جدا لدرجه انه انا بحس اوقات كتير جدا انه هاني وديانج اوقات بيتلخبطوا مع بعض سواء في التكمله الهجوميه او انه بيرسي تاول لما بيسقط في نص الملعب فديانج بيزيد ياخد الحته اليمين دي المفترض تبقى فاضيه فاوقات كتير جدا لاحظت الجزئيه دي وهل القصه ممكن تتغير لو في تركيبه مختلفه ولا قصه شغل اكتر تدريب اكتر انسجام اكتر اعتقد مش عارف انتم متفقين معايا في الملاحظه ولا لا متفق فيها في حوار ان الانسجام اللي كان ما بين رضا وما بين امام في الماتشين ثلاثه اللي لعبوهم اساسيين تحديدا مباراه المصري هم ما لعبوش مع بعض يعني اول مره لعبوا كتير في مباراه المصري وكمان في المباراه بتاعه الاسماعيلي اللي قبل ما كان يتصاب امام كان حسين برضو امام كان ما بينهم ثنائيه مميزه جدا مختلفه الناحيه الثانيه لان دايما انا بشوف ان بيرسي تاو مش لاعب خط يعني بيرسي تاو بيكون دايما لاعب قطري لو جينا بصينا لمباراه الرجاء السنه اللي فاتت بيرسي تاو الكوره اللي عملها لحمدي فتحي هو اصلا جناح يمين هو عامل الكوره من الهاف سبيس اللي كانت في الشمال عمل له التشيب باص اللي ما بين الاثنين لعيبه فدي ممكن تكون بتخلق شويه لخبطه ما بينه هو وما بين ديانج في الوقت اللي هاني بيقدر يطلع يعمل الاوفرلابنج فيه فوقت ما هاني بيقدر يطلع يعمل الاوفرلاب المفروض ان ديانج او بيرسي موجودين تحت على الـ على الـ على الايمن القريب علشان اللي جاي زي يعني الله يرحمه كابتن حماده امام القادمون من الخلف فبالتالي دي في لخبطه دايما انت مش عارف مين هو اللي عنده الواجب الاساسي ان هو يعمل ده ومين اللي هيغطي هاني طبعا في المرتدات في الوقت ده طيب. فدي يمكن الجبهه دي فيها لخبطه عموما فيها لخبطه الجبهه دي فيها لخبطه بشكل كبير انا من وجهه نظر انا شايف اللخبطه دي جايه هي مش لخبطه بالمعنى التوظيفي او ان التوظيف مين يكمل ومين ما يكملش على قد ما هي مرتبطه بفكره الجوده يعني لما تيجي تقارن الجبهتين ببعض انا متفق بنسبه 100% ان الجبهه الشمال طبعا متفوقه وكاسحه بس لما تيجي تقارن الاسماء علي معلول محمد هاني في الحته الهجوميه طبعا علي معلول لما تيجي تتكلم على مستوى التقني واتخاذ الافكار او اتخاذ القرارات عموما امام لا يتفوق على اليو ديانج كمان رضا وحسين الشحات
رضا سليم وحسين الشحات عايشين حاله برضو كويسه جدا. فانت بتتكلم ان كل عناصر المثلث كلهم في افضل حالاتهم. فطبيعي جدا 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 ان اي جبهه تقابلهم لا يعني صعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا الجبهه دي. يمكن من البدايه اتكلمنا كمان ان فكره ان الجبهه دي لا جبهه مرعبه. طيب. واحيانا لما بتكون جبهه هجوميه متطرفه الجبهه العكسيه لازم تكون بتامن بعض. طيب. الشيء عشان معايا دقيقتين هقول ماتش بكره ماتش مين لو منعم جاهز، منعم وياسر ولا منعم وربيعه؟ منعم وياسر. لا انا منعم وياسر. لا برضو انا منعم وياسر. لا انا اصل انا جت في بالي ماتش كوكا ولا مروان عطيه؟ لا مروان. ماتش مروان. انا برضو متفق في مروان ان مروان يبدا اساسي. ماتش معلول ولا الدبيس؟ لا معلول بقى لو جاهز بنسبه 100% معلول. معلول. ماتش كهربا ولا مودست؟ وجهه نظري مودست. انا برضو وجهه نظري مودست يعني عشان الحاله اللي بيعيشها كهربا الفتره اللي فاتت محتاج ان هو يركز اكتر شويه. صحيح. على كل حال كل التوفيق، تابعنا كل يعني اللحظات الاخيره في استعدادات الفرقتين ويهمنا بكره ان شاء الله، والمتاكدين ان شاء الله الاهلي يقدم عرض كبير، ده مهم جدا في كل مبارياته بصرف النظر عن طبيعه المنافسه وبصرف النظر عن المنافس. محتاجين نشبع من الاهلي كوره حلوه السنه دي، والاهم من ده ان شاء الله نحقق الهدف والغرض من ماتش بكره ونتاهل لمواجهه غالبا يعني توقعاتي سان داونز اللي تاهل بنسبه كبيره جدا. صعب قوي بيترو اتلتيكو يعمل ريمونتادا في بريتوريا او في جنوب افريقيا، فبالتالي ان شاء الله بعد تجاوز سيمبا يكون لينا كلام عن دور قبل النهائي، يبقى الاهلي وسان داونز هكذا نتمناها ان شاء الله. بشكر نادر شبانه، بشكر عماد الشناوي، شرفتونا ونورتونا. بشكرك بشكرك وان شاء الله باذن الله بكره نكسب ان شاء الله. مستريح يعني ان شاء الله، متفائل ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه، تحياتي لكم.